عمود الدور الاخير قررت اخليه 12 ملي. العمود طالع معايا من تحت كل الادوار، اقطر الاسياخ بتاعته 16 ملي. قررت اخر دور اخلي اسياخ العمود تبقى 12 ملي. ينفع يا باشمهندس؟ ينفع، انتقل من قطر 16 لقطر 12، مفيش مشكله خالص. طيب طول الوصله ما بين القطرين المختلفين تبقى قد ايه؟ هنحترم القطر الاكبر، 60 مره القطر، 60 مره في 16 ملي ولا 60 مره في 12 ملي؟ لا، 60 مره في 16 ملي. 60 في 16 يعني 96 سنتي بحد ادنى، يفضل انها ما تقلش معانا عن 1 متر. ينفع يا باشمهندس انتقل من قطر الى قطر؟ ينفع، مفيش مشكله. ينفع يا باشمهندس العمود يبقى فيه قطرين مختلفين؟ نعم، يجوز استخدام قطرين مختلفين، ولكن يجب الالتزام بأربع شروط. الشرط الأول، يجب أن يكون القطرين متتاليين، فمثلا نستخدم قطر 12 ملي وقطر 16 ملي، أو نستخدم قطر 16 ملي وقطر 18 ملي. الشرط الثاني، يجب توزيع الأسياخ ذات القطر الأكبر في الأركان وفي منطقة الوسط. الشرط الثالث، أقل عدد أسياخ في كل قطر يجب ألا يقل عن عدد 2 سيخ بحد أدنى. الشرط الرابع والأخير، يجب توزيع الأسياخ بشكل متماثل حول محور العمود، أي أن كل سيخ يجب أن يقابله سيخ في الاتجاه المقابل من نفس القطر.